الميطو سلفريه للفيصلي تصويبه انا اقول يا رب بانجليزي دي يا مرسي ايوه صح والله ما بلعب كيف يعني انسحاب من انسحاب من مره كده رايحه الخطوره ابراهيم الزواهره وتمر من الجميع واشرف نعمل على الطاير لا تصد ولا ترد على الطاير لا تصد ولا ترد ايوه صح والله ما بلعب كيف يعني انسحاب من انسحاب من مره المحاربه هل يقبل الهديه كرة على طبق من ذهب المحاربة لا يفرط بالهدية وحقيقة مدرسة الفيصلي والصورة الجماعية في اللقطة الماضية والمحاربة يقبل الهدية والجمهور الفيصلي ايوه صح والله ما بلعب كيف يعني انسحاب من انسحاب من مرة يعزز وين مرمته يعدل والفيصلي يعزز مباراة مثيرة مباراة جميلة مباراة ممتعة والفيصلي يعني يحصد النقاط الثلاث زي ما هو مكتوب كده يسترداي زي جو تو ذا بيتش اند زي واز بلاينج فوتبول ماشي افتر ذات زي لاي داون اندر ذا سن السن يعني شمس مش ابن فاهمين ولا عيد تاني يلا يا فرخات The جرز is ringing يعني عمال يرن يلا روح نشجعه ماشي ومحدش يتأخر بعد الفسحة ومفيش فايدة بيطنش ومفيش فايدة بيطنش ومفيش فايدة بيطنش كل ده ولسه محنش اديته رنا ولا رنش وانا لسه برضو محرمتش مفيش فايدة بيطنش كل ده ولسه محنش اديته رنا ولا رنش وانا لسه برضو محرمتش غلطان انا عشان بسأل وصاحبنا عمال بيتقل غلطان انا عشان بسأل عم الزعدان صاحبنا عمال بيتقل وكل مرة عامل لي فيها عم الزعدان مفيش فايدة بيطنش وكل ده ولسه محنش اديته رنا ولا رنش وانا لسه برضو محرمتش